السلام عليكم الاخ، منين جاي الاخ؟ السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عبد القادر الخراز من مدينه فشاوي. تبارك الله. وانت كدير خصوص هذا الشيء ديال الزيت؟ هذا مدينا في العمل ديال الزيت ديالنا في التعاون السلاحي اخضر، بدات من 2009 الى حدود الان. تبارك الله. الله فيكم. كانت التعاونيه السلاحيه اللي تاسست في اطار كانت جمعيه، ومن بعد توسعت التعاونيه وجا المخطط المغرب الاخضر. تبارك الله. هضرنا شويه على الزيت هذه. هذا الزيتون هذا والزيت هذا الزيت هذايا كيبدا المرحله ديالو في شهر، كنبداو في شهر 9 اييه 10 11 كنبداو نحاول ما امكن اننا باش نجمعوا الزيتون. نعم. يكون طري ويكون البكر كما كنسموه البكر. نعم. كنمر عبر المراحل كنسقطوه بديك السقاط بديك اللي بوبرو الصناديق والشبك. نعم. وكندوزهم مباشره للماكينه. نعم. ما كنعداش النهار ديال هي كلها بحال بحال ولا لا هذه بوحدها؟ هاد الزيت هذه لحد الان كامله بحال بحال. نفس الشيء. زيت البكر هذا الزيت هذا الزيتون البكر اييه هذا اللي عندنا هنايا الان. نعم. تعصيره واحده وجوده واحده. فين كتوصل لترو سي؟ في الحقيقة هذا الزيت هذا في الأول كان بدا ب 35 40 درهم، من بعد طلع حتى 60 درهم. نعم نعم. أي أي بعد واليوم 50 درهم. نعم. بين 60 و 40 درهم. نعم. خير إن شاء الله. دابا لا شي واحد بغى يتصل بيك ولا شي حاجة بعد أن دابا أنتم باقيين هنا حتى نهار 23 في 6 يا كاسي. إن شاء الله يا ربي بدات نهار 16 وغادي ينتهى في 23 6 أييه. وبعد إلا بغى واحد مثلا شي حاجة ولا تصل. بغيت يتصل بينا ها هو معنا لي كارت فيزيت ديالنا إلى آخره. لا عطينا التليفون إلا عقلتي على التليفون ديالك. 6 68 19 88 34. خير إن شاء الله. أنت قلتي لي في الشاون ياك. كارت فيزيت ديالنا هي فين هي إلا كان ممكن. ما صغيرة شوية ماشي مشكل نحاولوا نشوف. نحطوها هنا سيد، نحطوها هنا نسولو شوية سيدنا سير سير ماشي مشكل نديرها هنا هي صافي خليها 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 هنا هي هي طلعت دابا مزيان. خير إن شاء الله باش شي واحد إلا بغى شي حاجة ويتصلوا بكم. خير إن شاء الله. هذا فيديو من عند الخبابي عمر، بقاو معنا حنا باحث أعشاب. والسلام عليكم. بارك الله فيكم. شوفوا مرحبا.